اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع استعراض الاخبار والاحداث كمان اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده هينطلق العام الدراسي الجديد في عده محافظات، وجامعه عين شمس هتستقبل الطلاب الجدد بمهرجان صديق للبيئه، واخبار تانية كتير هنتابع تفاصيلها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق العام الدراسي في عدد من المحافظات، هي الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، البحيرة، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، قنا، شمال سيناء، وبعض مدارس محافظة القاهرة والجيزة. وهتنتظم الدراسة يوم الحد في كل مدارس الجمهورية، وهتكون في اسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بإجمالي 25 مليون طالب وطالبة. النهاردة جامعة عين شمس هتطلق فعاليات صديقة للبيئة، وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب استعدادات استقبال العام الجامعي الجديد. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 9 من المسابقة، من أهمها لقاء أرسنال مع توتنهام الساعة 1:30، وليفربول مع برايتون الساعة 4، والساعة 6:30 ويست هام هيواجه وولفرهامبتون. لعشاء الدوري الأسباني هيكون معادهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في الجولة 7، قادش هيكون في مواجهة فياريال الساعة 2، وختافي مع بلد الوليد الساعة 4:15، والساعة 6:30 إشبيلية مع أتلتيكو مدريد، والساعة 9 برشلونة هيكون في مواجهة ريال مايوركا.